طيب بسم الله، حنبدأ نتكلم دحين عن السكيلتال سيستم نمبر 2. طبعا اول 7 سلايدات حتكون مراجعة للليكتشر اللي قبل. دحين حنتكلم عن السكال والفرتبرا اللي يعتبروا بارت من اللي هو الاكسيال سكيلتون، تمام، العظام الوسطية. طيب فنجي نتعرف على السكال اولا. السكال اللي يقول لنا مكونة طبعا من bones immovable joints called sutures، يعني السكال عندنا بتتكون من مفاصل لا تتحرك، ايش اسمها؟ السوتشرز. طيب فينها هذه السوتشرز؟ موجودة هنا، اللي بتشبه الزيكزاك اللي كذا زي التعرجات، بتبدأ تربط الفصوص حقة الرأس ببعض، تمام، هذه هي السوتشرز. طيب بعدين نجي نقسم او ننظم السكال. طيب فترتيبها عندنا حيكون بناء على حاجتين، كرانيال فاليوت او فايلوت، ونسميه كمان كالفيريا او سكال كاب كاسم غير علمي. طيب فايش هي هذه؟ هي عبارة عن تقسيم الرأس لجزء سوبيريور، جزء جانبي، وجزء خلفي. يعني زي هنا مثلا هذا عندنا السوبيريور، وهذا عندنا البوستيريور الخلفي، والجنبية طبعا هنا لاترال، وهنا حيكون لاترال. اوكي، وبس هذا هو، انه كأننا قسمناهم لبارتات. هذه هي مثلا الفصوص حقت الرأس بتتقسم لأجزاء. طيب وبعدين في حاجة عندنا اسمها كرانيال بيس، او اللي هي الاسس حقت الراس. طيب الانفيريور اسبكت، لو جينا مثلا نقسم الراس، شوفوا مثلا الراس عندنا جزء علوي اللي هو هذا، وعندنا جزء سفلي. فالراس كانه عباره مثلا عن دائره، والجزء العلوي مثلا هذا، والجزء السفلي هو اللي نقول عنه الانفيريور، هو اللي حندرسه هنا. يعني لو بحاول اوضح لكم اياها بالصوره، كأننا مسكنا الجمجمة وقسمناها قسمين، جزء علوي وجزء الانفيرير ده اللي بنتكلم عنه اللي هو هذا اللي هنا. طيب فنجي نقول عندنا هنا مثلا مقسمة هذه الانفيرير لثلاث أجزاء، انتيرير، ميدل، وبستيرير. طيب فعندنا الانتيرير أمام، أهي شوفوها، الجزء الأمامي اسمه anterior cranial fossa، نقول لها fossa كلها anterior fossa، حاجة fossa وهكذا، اللي حتكون the frontal lobe of the brain، يعني شايلة معاها الجزء الأمامي من الدماغ، anterior قدام، من معرفتنا السابقة حاجة مثلا قدام، أكيد حتشل لنا الجزء أكيد أو البارت الأول من البرين. الميدل من اسمه أكيد حيشل لنا temporal loops، التيمبورال حنتعرف عليها تحت، اهو شوفوها temporal هنا، فيكون طبعا الجزء الوسطاني الجانبي. طيب فعندنا البوستيريور كمان بتشل لنا ايش؟ حتشل لنا السيريبلم اللي هو المخيخ، اهو المخيخ حيكون هنا متصل، واللي هو طبعا الجزء الاخير من البرين. طيب فيقول لنا هنا في البيكتشر هذه اللي قدامنا، انه عندنا في حاجات، في منها ازواج وفي منها اشياء مفردة، يعني ما هي ازواج. فعندكم من الصورة ايش اللي تشوفوا انه عبارة عن ازواج وموجود في الشق الايمن والايسر؟ عندنا اهو temporal bones والpartial، اهي فين الpartial؟ خليني اوريكم اياها هنا. البارتشيل اللي هو هذا الفص عندنا الموجود هنا. طيب هذا الفص بارتشيل، اكيد في بارتشيل على اليمين وبارتشيل على اليسار، شوفوا هنا وهنا، بارتشيل يمين وبارتشيل يسار. اما عندنا البارتس اللي انبيرد، شوفوا انا حطيتها لكم هنا، ححط لكم الصورة بعدين، اللي هو الاوسيبيتال بوين بون اللي حتكون خلفية اهي على ورا، وعندنا ايش الفرونتال بون عظام الجبهة اللي هي هنا، اهي شوفوها قدامكم، اهي ف
الفرونتال وحده زي ما انتم شايفين. عندنا كمان السيفنويد بون اللي هي هنا، طبعا هنا قناة الأذن حتكون تقريبا كذا فوقها على الجنب الأيمن شوية تحت الفرونتال على طول، والإثمويد بون حتكون هذه الإثمويد بون تقريبا جوا. كيف أوريكم إياها؟ هذا البارت من الآي إثمويد بون، طيب هو مو في الآي يعني، بس تقريبا هذا البارت اللي جوا. فبس كده نرجع نراجع نقول عندنا partial bone جانبية والtemporal bone دي حيكون منها جزئين يمين يسار، الأوسيبتل ورا، frontal قدام، السفنويد والإثمويد واحدة منهم في كل جهة، ما هي أزواج. طيب نجي عندنا the mandible. المانديبل اللي هي عظمة الجو، وهي العظمة اللي تساعدنا نمضغ نتكلم. ولو دحين قعدتوا مثلا تحاولوا تجربوا انكم تتكلموا حتلاقوها هي العظمة الوحيدة اللي بتتحرك من عظام السكال. فعظمة الجو حتكون موفابل، مو زي السوتشرز الموفابل يعني الفصوص حقت الدماغ لا تتحرك لانه المفاصل اللي فيها immovable، لكن الجو هو العظمة الوحيدة او البارت الوحيد من السكال اللي طبعا بيكون بيتحرك عندنا زي ما هو مكتوب عندنا هنا. طيب نجي نشوف عندنا عظمة الهايود بون، حوريكم اياها في اطلس. طيب عندنا الهايود بون اهي، هذه هي العظمة تحديدا بالضبط حتكون هنا. ولو جيتوا تلاحظوا خلينا كده نعمل، هي مو اتاتش، مو لاصقة في الفيرتبرا ولا لاصقة باي عظمة ثانية، موجودة كده لحالها عظمة الهايود بون. طيب فهي في الواقع لو جينا نطالع هنا بتقع بين المانديبل، هذا المانديبل اللي اوريدي نعرفه من اول، وبين اللي هي الحنجرة عندنا هنا حتكون. طيب اهي هذه عظام الحنجرة، بس كنت بحدد لكم اياها اللي بالازرق، شوفوها هذه عظام الحنجرة كلها. طيب فعندنا الهايود بون بينها وبين المانديبل، اهي الهايود بون هنا، وعظمة الجو نسميها المانديبل حتكون هنا، هذا هو موقعها. طيب طبعا الحنجرة هي مقر الفويس بوكس حتكون طبعا، فالصوت اكيد يطلع من الحنجرة. طيب فيقول لنا هو doesn't articulate، غير ملتصق بأي عظمة ثانية في السكيلتون زي ما احنا قلنا. طيب provides attachment to the tongue and larynx muscles، يعني بيوفر لنا ارتباط، شفتوا المسلز او العضلات حقت اللسان من جوا، هو عشانه قريب كده من هنا، فعضلات اللسان والعضلات كمان حقت اللاريجينال اللي هي حقت الحنجرة حيوفر لنا دعم. الحاجة الثانية اللي حنتعرف عليها اللي هي الفونتانيلز. ايش هي الفونتانيلز؟ اعتبروها كأنها كانيلز مثلا، او كأنها نافورة، او كأنها حاجة كده. طيب فهذه الحاجة اللي كده بناء على الرسم اللي رسمناه هي هذه حتكون كده على شكل نافورة، واسمها الفونتانيلز. طب ايش الفرق بينها وبين السوتشرز اللي اخذناها؟ ببساطة هذه الفونتانيلز لسه ما صارت عظم، تمام؟ فهي لسه ما تكونت كعظام. طب فين موجودة هذه وكيف ما تكونت كعظام؟ يعني مستحيل. فيقول لنا هذه تكون موجودة في رأس البيبيز اللي يكون عمرهم من يعني من وقت الولادة إلى ما يكملوا 15 شهر، تمام؟ فيعني حتكون طبعا في حديثي الولادة وإلين 15 months. طيب طب إيش الفائدة منها هذه وليش موجودة هنا؟ بيقول لنا إن هي موجودة هنا
عشان وقت الولادة طبعا في البيرث كانل يقدر رأس البيبي يخرج من اللي هي البيرث كانل، بحكم انه البيرث كانل حتكون ضيقة، فلذلك لازم رأس البيبي يكون البونز اللي فيه فليكسيبل ومرنة، لو كانت قوية رأس البيبي حيتهشم، لذلك سبحان الله هذه تكون رقيقة في فترة الولادة عشان يسهل خروج البيبي من البيرث كانل. فيقول لنا انها موجودة الين ما يصير البيبي 15 شهر، بعد كذا تبدأ تتحول لبونز. عشان كذا مثلا يقولوا لنا انتبهوا راس البيبي رقيق او راس البيبي خفيف، ونخاف انه البيبيز يطيحوا على راسهم، بسبب من جد انه اللي بتربط بين الفصوص وبعضها بتكون جدا 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 خفيفة. طيب نجي هنا نشوف الفيرتيبرال كولوم اللي هو العمود الفقري. العمود الفقري طبعا يتكون من 1 2 3 4 5 أشياء، كده حطوها في يدكم، 5 أشياء، 5 تقسيمات. طب إيش هي الخمسة تقسيمات؟ السيرفيكال طبعا طالما إنها قريبة من الرأس حيكون الرأس، نقول كرانيال، حتكون هذه السي الأولى عندنا قريبة من الرأس، موجودة في النك في الرقبة. طيب أهي هذه هي اللي حتكون أول سبعة، أول سبعة من C1، طبعا إحنا نرمز لها بالحروف، فبناء على أول حرف منها نسميها، فعددهم C1 إلى C7 عددهم سبعة. والثراسيك اللي هتكون لنا في الصدرية طبعا فهتكون 12 عظمة، فهتكون موجودة عندنا من T1 لT12. اللمبر اللي هي اللور فيرتيبرا اللي على اللور باك، فحتكون طبعا خمسة، ثبتوا عندكم او اللمبر والسكارل 5 5 هنا 7 بعدين 12 5 5 اعتبروها كأنها رقم وانتو بتحفظوه، يعني فهنا احنا قلنا هنا حتكون 12 5 5 وهنا من 3 إلى 5 بيقول لنا، خلينا نقول من 1 إلى 3. طيب فنجي نشوف، أو من 1 إلى 4 أفضل. طيب نجي نشوف عندنا الثوراسيك زي ما قلنا الصدري، واللمبر لور باك، وسكارل في البلفيك في الحوض، أهي شوفوا شكلها كأنها فراشات، أهي سكارل بدأت تلصق لنا بالبلفيك. البلفيك لو تتذكروا كان كده كمان، في هنا عظمة وهنا عظمة، فهذه تحديدا البارت الملتصق منها في الفرتبرا. طيب فعندنا C1 وسي S1 وS5. طيب يجينا الكوكيجل، هذه الكلمة اللي ما عرفت أنطقها أبدا، حتكون اللي هي عظمة العصعص الصغيرة مرة في آخر الفرتبرا. طيب فحتكون من 1 إلى 4. طيب لو حاولنا نربط ممكن نقول STLSK، يعني ما أعرف كيف حروح أساعدكم تربطوا كده، بس صنفوها على إنها خمسة حروف هذه هي، وبناء على أرقامها عشان تكونوا عارفين. طيب صح، لاحظوا شيء إنه كل ما بدينا ننزل العظم بيزيد حجمه، بيزيد البودي حقه. طب إيش هو البودي ده؟ اللي هو هذا، هذه هي بالضبط عظمة الفيرتيبرا. طيب ايش برسم وشوهها، خليها كذا. هذا البدي كل ماله بيكبر كل ما نزلنا، ففي الثوراسيك كان مثلا ليلين هنا، بعدين بدا يكبر حجمه وهكذا يتضاعف حجمه من هنا لين هنا لين هنا، بعدين عاد بيبدا يتغير في الساكرم. اوكي فهنا بيعرفنا، بيقول لنا انه البدي lies interiorly، انتيريرلي يعني هو اللي بيكون قدام موجود، اهو شوفوا البارت القدام من الفيرتبرا، وهذا الجزء الخلفي من الفيرتبرا. طيب ويقول لنا انه هذا البارت اسمه الفيرتبرال ارتش، طيب اللي هو النورال ارتش. طيب هو البارت الخلفي البوستيرير، عاد عرفنا الانتيرير، هذا البارت البوستيرير منه. ايش بيقول
encloses a form in between the body and the arch called vertebral foramen. بيكون لنا حاجة بين البادي و أو فراغ بين البادي و اللي هو الارتش اسمه الفورمن. طبعا عندنا في الاناتومي اي فراغ او اي حفرة نسميها فورمن، فلما نقول فورمن نعرف انها الحفرة اللي تكونت بينهم. طيب هنا في الفيرتبرا ارتش بيقول لنا انها بتنقسم لثلاثة حاجات، في حاجة اسمها الفيديكلز وحاجة اسمها اللامين وحاجة اسمها او سبعة بروسيسز بتنحدر منها، طبعا سبعة أشياء. طيب فبداية بيقول لنا البيديكل اللي هي هذه المنطقة عندنا هنا، خلينا نغير اللون عشان ما نلخبط، نجيب هذا اللون، ما هي راضية تنزبط. المهم هنا خلينا نشوف البيديكلز حتكون هنا وهنا موجودة، وطبعا هي منحذرة من البادي، طبعا عشان البادي انتيرير، فاحنا بنتكلم دحين عن البارت البوستيرير، فبنقول انه هادي والبوستيرير طبعا ارتش، فاحنا بنقول انه هادي البيديكل هي اللي بدأت ها تربط لنا البارت البوستيرير بالانتيرير. طيب وبنقول انه اللمين هي اللي موجودة هنا، اهي هذا بالضبط هو اللمين هنا وهنا. طيب طيب وبعدين بيقول لنا في حاجة اسمها السيفن بروسيس، هي طبعا اللي بتساعد على الموشن على الحركة. طيب منها ارتيكولر ومنها ترانسفيرز ومنها سبين، فاحنا هنتعرف عليها هنا في الرسم. فعندنا هنقول الارتيكولر تنقسم لي حاجات سوبيريور وحاجات انفيريور، اهي هنا ستة وسبعة هي ايش كان اسمها الارتيكولار. الارتيكولار يا اما تكون هنا وتكون سوبيريور، او انها حتكون من تحت عندنا اهي ومن الجانب الثاني كمان، ونقول لها انفيريور يعني سفلية. طيب طيب وبعدين في عندنا حاجة تو ترانسفيرز، الترانسفيرز عندنا اللي هي موجودة هنا اهي، هذا ترانسفيرز، وكمان عندنا هذا برضو ترانسفير، اهو حتى انا هنا محددة انه هذا ترانسفير الاول وهذا ترانسفير الثاني، اللي كده بتعطينا شكل الفراشة. آخر حاجة ومنها شيء واحد اللي هو السبينس بروسيس اللي هو هذا حيكون عندنا. فنجي نراجع نقول واللمين اللي اوريدي اللمين قصدي اوريدي قلناها، والبيديكل كمان اوريدي قلناها، فحنرجع نراجع الباقي. نشوف هنا السوبيريور اهي ستة، وتحت كمان قلنا سبعة، اثنين منها خلينا نكتب اثنين اثنين كده صاروا اربعة، هذا واحد صار خمسة، والترانسفير اثنين زي ما احنا قلنا برضو، وحيكون عندنا الفرشتين هادي، فبكده صار عندنا السيفن بروسس. يجي يقول لنا عن حاجة اخيرة اسمها الانترفيرتبرال فورمن، او الفراغات اللي بين الفيرتبرا، كده دائما اربطه انتر يعني بين، فيرتبرال اللي هو العمود الفقري هذا، والفورمن قلنا دائما الفراغات. طيب هذه الفراغات اللي موجودة فين فيها، طيب وبعدين بينها، وبعدين فيقول لنا هي موجودة بين كل تو فيرتبرا. طيب اهي شوفوا هنا هذا اللون الرصاصي موجود عندنا هنا هو اللي هو الانترفيرتبرال فورمن، ايش الوظيفة حقته؟ انه النيرفز السباينال نيرفز او الاعصاب حقت السباينال حتكون موجودة فيها في هذه القناة اللي اسمها الانترفيرتبرال فورمن. خلاص
هنا بنجي نتكلم عن الـ curvatures of the vertebral columns، الانحناءات. طيب، فإحنا already تعرفنا على الـ columns حقة الـ vertebra، قلنا C والـ T والـ L والـ scaral، وهذه هي تصنف على أنها طبعاً الانحناءات. الـ co هذه ما تصنف طبعاً من ضمنهم. فعندنا انحناءات يا إما أولية number one، يا إما secondary ثنائية number two. فعندنا الأولية اللي إحنا بنقول عنها اللي هي الثوراسيك T و S، T S معانا primary. طيب، و C L أو السول مثلا نقول عنها secondary. أوكي، طيب إيش اللي primary و secondary؟ طلوا هنا هتلاحظوا الانحناء كده على برا جاي كأنه قوس، لما يجي كده كأنه قوس في كل واحد منهم هذا نسميه انحناء أولي. لكن لما القوس يصير على اليمين كده انحناء داخلي حنسميه secondary، زي عندنا cervical واللمبر. طيب كده تعرفنا عليهم، نيجي نشوف ايش في كمان كلام ممكن يقول لنا اياه. يقول لنا cervical and okay. طبعا ايوه، هي ايش بتعمل؟ طبعا بتتغير مع النمو، والوظيفة الاساسية منهم انها تخلينا نقدر نمشي بشكل مستقيم، وايضا اننا نكون مثلا normal people. طيب، فعن هي اللي بتعمل سند للبادي. اوكي، نيجي نشوف الحالات الابنورمال في السبين. فعندنا ثلاثة حالات وهذه ما نركزوا فيها لانها موضع اسئلة، حالة الكايفوسز او الحدب واللاردوزز از، هذه زي البروبلم. طيب، عطوا تشوفوها قدامكم معناته اوف هنا في بروبلم. اوكي، فعندنا كمان سكولوزز. اوكي، فاحنا نبي نتعرف عليهم الثلاثة. هنا عندنا الانحناء الأول، يلا شوفوا وتوقعوا إيش هو نوع الانحناء. لو تلاحظوا هنا حتلاحظوا إنه رأسها متقدم قدام كده، عاملة كأنها كده ظهرها جاي على قدام، وهذا المنظر غلط، هذا يعتبر الحدب. فهو يعتبر الجزء الثوراسيك، لو إحنا حافظين هنا إنه الجزء الثوراسيك صار فيه curvature اللي هو انحناء abnormal مرة مبالغ في exaggerated. طيب، فنسمي هذه الحدبة بالانجليش نسميها الهنش باك. طيب، وعندنا اللوردوزز، عندنا abnormal برضو انحناء، هذه كلها انحناءات بنتكلم عنها curvature للكولوم وبالضبط اللمبر، شوفوا اللور باك. طيب، هذا فين حنحصله؟ حنحصله في الفيميلز بعد الولادة، وكمان عند المينز اللي يكون عندهم بطن مدورة مرة بشكل كبير. طيب، بشكل كبير. المهم، نجي نشوف هنا سكولوزز اللي هو برضو abnormal lateral، يعني lateral يعني جانبي، curvature انحناء جانبي. طيب، لي السباين الظهر. طيب، فين حنحصل هذا الانحناء؟ حيكون during the childhood females، يعني يكون طبعا تشوه او عيب خلقي موجود منذ طفولة اللي هو النساء، فيكون عندها كتف اعلى من الثاني زي ما انت شايفين، وهنا نسميه الجنف. كده نكون خلصنا الليكتشر حقت skeletal system 2. بالتوفيق لكم ان شاء الله.